على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها أغلب مدن ليبيا وما تشهده من مظاهر العنف والحرب، كانت بطولة الفروسية في قفز الحواجز تتحدى كل محاولات إسكات وإخفاء مظاهر الحياة، وكانت هي تعطي فسحة أمل لمن وجدوا في حضور هذه البطولة ملاذا آمنا للهروب من صعوبات الواقع الحالي. بطولة رياضية رغم كل شيء، فعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها أغلب مدن ليبيا وما تشهده من مظاهر العنف والحرب، كانت بطولة للفروسية في قفز الحواجز تتحدى كل محاولات إسكات وإخفاء مظاهر الحياة وإعطاء فسحة أمل لمن وجدوا في حضور هذه البطولة ملاذا آمنا للهروب من صعوبات الواقع الحالي. الهدف من هذه البطولة وهي بطولة نواصي الخير الأولى التي تقام على مستوى ليبيا هي إعادة تنشيط لعبة الفروسية في قفز الحواجز التي كانت تختفي في الفترة الأخيرة نتيجة الظروف التي تمر بها ليبيا. وطبعا كانت الفكرة هي إقامة بطولة يعني تلم يعني جميع الليبيين. البطولة التي نظمت من قبل الاتحاد الليبي للفروسية ومدرسة الخيالة كانت بمشاركة واسعة من فرسان مدن ليبيا لم يتجاوز بعضهم 10 سنوات من أصل 45 مشاركا، كما شهدت حضورا واسعا من عامة الناس الذين يجدون في هذه الرياضة تعبيرا عن أصالة وعراقة ليبيا. هي رياضة مميزة و برغم البلاد وسوء الأحوال هنا، مع أن بطولات قفز حواجز مازالت مستمر في ليبيا. وبالنسبة للفروسية في الوقت الحالي تفرق على الوقت قبل، صح هنا توا يعني الوضع معروف في بلادنا كيف، لكن الحمد لله قاعدين الناس تواجه وقاعدين يتحدوا، الحمد لله ماشي أمورنا وكويسين، لكن يعني مش بالنسبة زي ما كانت قبل، كنت جوائز أكثر من توا، لكن الحمد لله يعني في جوائز يعني مش بقيمة قبل ومش هيك، والأهم حاجة المشاركة مش أهم الفوز. حيث لا يعترفون باختلافات ولا انقسامات، كان العديد من أبناء ليبيا في موعد مع الرياضة التي دائما ما تكون رمزا للسلام والوفاق بين كل الليبيين. لأخبار الآن، محمد عقوب، مصراتة.